والساعة بالخمسة بالأربعة ونص بالخمسة نطلع. ليش تطلعون؟ إيه على المود الحار. الدنيا حارة ما نقدر إلا نطلع شو واحد من وقت على المود الحار. إيه طبعا عكس الشتاء. الدنيا حارة ساعة واحد يطلع من أربعة بالأربعة ونص يطلع بالليدي عش حزل. لا الشغل ما يخلص بس إحنا حلوة هاي. ما تقدرون تشتغلون ساعة الظهر. الحارة من يقدر يشتغل بالحر. إيش قصر لك بايش؟ والله صارنا تقريبا 15 سنة. والله هسه حاليا الدنيا حارة. نطلع بالخمسة ونعزل بالليدي عش بالاثناعش. الدنيا حارة ليه ما نقدر نشتغل. عمال اللي وياك يعني صار مرة حادث مثلا بيهم مثلا واحد مثلا والله بالشغل تقريبا العامل متعرض لكل شيء بس احنا يعني الحذر يمنع الواجب ما نخليه يصير قدر واحد ياخذ حذر احسن. صار تأخرته مثلا للساعة 3 اي يصير حسب الشغل يعني مرات ما يستوجب يوم ثاني نرجع على الشغل فنطول يعني ثنتين ثلاثة نكمل شغلنا ونروح. حاول يعني بمكان الشمس يعني شوية تبتعدون عن الشمس. والله ماكو هو الشغل بعد شمس بي برودة بالشتاء بالمطر بس هاي اي طبعا شيء اكيد. ليش تلبسونها؟ اي على مود يضر الشمس قوي حيل. عمري 20 سنة. ايه صار لك تشتغل عمالة؟ صار لي 5 سنين اشتغل عمالة. تمام تطلع ويا قرايب؟ ما طالع وياهم ايه ساعة بالاربعة اربعة ونص نطلع لي ساعة 11 اي ولا الجو حار نطلع بال 11 نحن ما نقدر. بالبناء مالكم هسه بعيد ماكو مطاعم شو تسوون؟ نجيب اكل ويانا انا قيس ادق جنابه اشتغل مداري اداري خشب اجيب رقيس لهم اقدم لهم. يوميتك تكفي؟ الحمد لله وشكرا يوميتك تكفي.